قابل بابي، وبابي خد رأيي، ولما لقاني موافقة وافق. بعدها بأسبوعين اتخطبنا. ها، مبسوط يا بابي؟ المهم انت اللي تبقي مبسوطة. لا، مهم انت تبقى مبسوط. على فكرة، من أهم أسباب موافقتي على وليد إن انت تطمن عليا وتفرح بيه. ده عندي أهم 100 مرة من راحتي أو انبساطي. غلطانة، ما هو طول ما انت مبسوطة وفرحانة أنا كمان هبقى مبسوطة وفرحانة. طب لو قلت لك مبسوطة وفرحانة هبقى أسعد إنسان في الدنيا. أمال ليه المرة دي مش عايز تقولي رأيك؟ بصراحة خايف أقولك رأيي. ليه يا حبيبي بتقول كده؟ لأن المرة اللي قلتلك فيها رأيي طلع مش كويس، مبقتش عارف هل أنا مش عارف أقيم الناس ولا الناس هي اللي بقت وحشة. بس المرة دي بقى عايزك تاخدي وقتك كويس قوي. الوقت يا بنتي بيبين كل حاجة. ألف مبروك يا بنتي. فعلا سمعت كلام بابي واخدت وقتي، ومع الوقت بقى شفت اللي عمري ما شفته. شفت واحد شايفني من بره بس، غرى شوية اللبس على الانجليش اكسنت، التعليم الاجنبي، الكوميونيتي. اول صدمة خدتها لما كنت خارجة معاه وقابلت بالصدفة واحد صاحبي من أيام الجامعة. كان بقالي كتير ما شفتوش عشان سافر أمريكا أول ما تخرجنا، وطبعاً أول ما شافني كان عايز يسلم بعشم كعادتنا أيام الجامعة. بعدته عني وأحرجته، وبصلك على وليد قلت هلاقيه متجنن. والصدمة بقى إنه كان ولا الهوى ولا كأن في حاجة حصلت. أنا آسفة جدا، بس هو صاحبي على فكرة من زمان، بس كان مسافر ولسه راجع. لما أنا كنت لسه أسألك، وأنت عملت ليه معاه كده؟ يعني إيه ليه عملت معاه كده؟ أنت مش شايف؟ أيوة عادي، يعني إيه اللي حصل يعني؟ عمل إيه غلط؟ أنت أحرجتيه جدا على فكرة. أحرجته جدا؟ ما يسلم زي الناس، إيه اللي هو عمله ده؟ ما هو كده كان بيسلم زي الناس. كده كان بيسلم زي الناس، أنت بالنسبة لك ده عادي؟ عادي. اه، وانت بقى بتسلم على الناس كده؟ اكيد عادي. لا، هو مش عادي على فكرة، مش عادي خالص. تمام، بس مش عادي، ما تقلقش نفسك. انا استغربت بصراحة، بس تمام، عادي. استغربت؟ لا، انا غريبة فعلا بصراحة. خلصنا وراجعين في الطريق لقيت واحد صاحبي تاني من زمان بيكلمني الساعة 2 بالليل. كسفته برضه وقفلت السكة في وشه. قلت على الأقل هيسألني مين ده؟ لقيته بيقولي كسفتيه ليه؟ معادي.